بيقول ان الحكم الالماني فيليكس بريش اللي ادار مباراه السوبر ادارها باقتدار، وزاد صعوبه استقدام حكام للقمه. عندنا مباراه اهلي وزمالك ان شاء الله قريب، قال ان الحكم اداؤه في المباراه كان متميز جدا، وده المتوقع طبعا من بريش، مع انه طبعا كان لها ضربه جزاء يعني، بس خلاص الحمد لله مسامحين فيها. يعني قال لك ان خلاص الحكم عمل كل حاجه، زي ما احنا اتكلمنا عن تنظيم بطوله الامم الافريقيه اللي كان نظمها او اللي كانت نظمتها مصر فتره قليله جدا، وبهرنا العالم كله بالتنظيم. من الصعب ان دوله تنظم تنظيم زي اللي نظمته مصر، فعشان كده بيتكلم برضو بالمقياس او بالقياس ان بريش ادى مباراه كبيره جدا، فمن الصعب انت تجيب حكم اقل منه فنيا، لازم يبقى حكم في يعني في المستوى او احسن كمان. ده كان مجمل الكلام. قال ان هو قدم مباراه كبيره جدا ما كانش فيها اخطاء خالص، ده من وجهه نظر الكابتن الكبير الكابتن جمال الغندور. قال انه بعد مباراه ليفربول اللي شافها الكابتن جمال الغندور مع نابولي الايطالي في دوري ابطال اوروبا، بعد المباراه قال ان انا اتصلت ببريش من تليفوني الشخصي وهنيته على ادارته للمباراه، وعرضت عليه اداره مباراه الاهلي والزمالك في مصر، والراجل لم يتردد في القبول. ده كلام الكابتن الكبير الكابتن جمال الغندور. قال عن احداث المباراه، قال ان النهايه اديرت بطريقه احترافيه كبيره جدا، قال ان مش كل احتكاك هنحسبه فاول، ده كلام الكابتن جمال الغندور. وقال تحركاته وقراراته في المجمل كانت صح جدا، وادار المباراه باقتدار شديد. عن مباراه القمه في الجوله الرابعه من الدوري، قال ان طبعا كان عمر البنوبي زميلنا العزيز هو اللي كان بيعمل معاه الحوار، قال له انا عارف انت بتقصد ايه، اكيد الموضوع هيبقى صعب لاني لازم اجيب حكم في نفس المستوى وان لم يكن احسن كمان. اختتم كلامه، جميع مباريات الدوري ستدار بحكام مصريين، ولدينا مجموعه كبيره من الحكام المميزين يمكنهم مواجهه جميع المواقف وباقتدار. ده كلام الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام. كل التوفيق للكابتن جمال الغندور، كل التوفيق لحكامنا المصريين ان هم يديروا مباراة الدوري على احسن ما يكون. مفيش اي يا جماعة صعوبة جدا او اي صعوبة خالص، تديروا بأريحية كمان، وكل الدعم مننا كقناة اهلي وكنادي اهلي للحكام المصريين في الدوري العام. عندنا بقى موضوع صلاح، أين ذهب صوت الاتحاد المصري لكرة القدم في حفل جوائز الأفضل؟ ضجة كبيرة جدا أثرها النجم المصري محمد صلاح بعد ما شال صفته، مش هنقول صفته يعني صفة لاعب منتخب مصر من حسابه الرسمي. المفروض اللعيب بيحط صفته الأساسية دلوقتي إن هو لاعب في ليفربول إلى أن يتم استدعائه لمنتخب مصر بخطاب رسمي للنادي اللي بينتمي ليه. لكن على العموم هو كان كاتب طبعا محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم منتخب مصر او لاعب منتخب مصر، وبعد اللي حصل في الاستفتاء شال لاعب منتخب مصر. ماشي، في ناس انتقدت وفي ناس ايدت ان هو كان زعلان جدا، مش هنتكلم في التفاصيل، لكن هو محمد صلاح عمل كده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ماشي، ايه المشكله وايه اللي حصل؟ يعني سمعنا حكاوي كتير جدا وسمعنا اقاويل كتير جدا، ناس صوتت لمحمد صلاح والمحمدي واجري صوتوا لمحمد صلاح. طب الاصوات ما حدش اعتمدها، ما شافوهاش، ما كانوش اساسا موجودين في التصويت الرئيسي. كل ده كلام، لكن الحقيقه فين؟ انا مش عارف شخصيا بصراحه، لكن اقول لكم الملابسات اللي حصلت. القائمه المصوتين على جوائز الافضل مقدمه من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لم يتواجد اسم قائد منتخب مصر او المدير الفني في القائمه الرسميه للمصوتين، فيما حضر الجانب الاعلامي بممثل عن مؤسسه صحفيه مصريه اللي هو دانيال. الارجنتيني ليون ميسي نجم برشلونه خد طبعا افضل لاعب في العالم، مفيش كلام. محمد صلاح خد افضل رابع في العالم. انا شايف ان هو برضو يعني افضل رابع في العالم، دي حاجه كبيره جدا لمحمد صلاح بصراحه. إيهاب ليطا مدير منتخب مصر زاد الموضوع غموض، ازاي؟ قال تصويت المكسيكي اجيري المدير الفني الفراعنه وكذلك احمد محمدي قائد المنتخب في استفتاء الافضل والذي اعلنت نتيجته امس في حفل كبير بمدينه ميلانو الايطاليه. قال في تصريحات ان اجيري والمحمدي شاركوا في التصويت بشكل رسمي ممثلين عن منتخب مصر، وتسلم الثنائي الاستمارات الرسميه الخاصه بالمشاركه في هذا الامر. ماشي، ده كلام إيهاب ليطا. في ناس قالوا لا ده هم ما صوتوش رسمي، فأنا مش عايز أتوهكم زي ما أنا تاهي بصراحة. طب الكواليس في غياب صوت مصر، قالوا
ان عمليه ارسال الاصوات من اتحاد الكره الى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تتم بسحب صوره ضوئيه من اختيارات المدير الفني وقائد الفريق اللي هو المحمدي، موقعه من كلا منهما وارسالها من خلال او من خلال البريد الرسمي للجبلاء للفيفا، بيشوفوا او بياخدوا استمارات بالايميل بيمضوها وبيرجعوها تاني من خلال الجبلايه اللي بتبعتها بدورها للفيفا. فهم ارسال الاصوات دي، الموعد المحدد لارسال صوت المدير الفني وقائد منتخب مصر كان بحد اقصى في منتصف اغسطس الماضي، وهو ما لم يكن متاح بسبب استقاله كره اتحاد كره القدم. بص هندخل في حاجات كتير جدا برئاسه مهندس هاني ابو رداد. المهم يعني قالوا ان الوقت المفروض نصوت فيه ونبعت فيه الاتحاد الدولي ما كانش فيه اتحاد كره اصلا عندنا. ده يعني مش عايز ادوخكم، انا اساسا ممكن اكون دخت منكم يعني. فالملابسات ايه كتير جدا، والموضوع مش فاهمينه، الصح فين والغلط فين. ده اللي هيعمل فيه الدكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، يعمل فيه تحقيق عشان يعرف الموضوع ايه ومين المقصر في هذا الموضوع ومين المدان وايه اللي حصل بالظبط. لغايه لما نعرف ايه اللي حصل بالظبط ان شاء الله نقول لكم الحقيقه فين وايه اللي حصل. قال الدكتور عمرو الجنايني، قال شدد على انه اجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح، اكد خلاله على ان الامر خطا غير مقصود، وان الاتحاد يدعمه هو جميع اللاعبين المحترفين، ودي حقيقه ولازم تبقى حقيقه حتى لو ما كانتش حقيقه. وسيتم تقديم كل الدعم والمسانده مثلما كان الامر مع المجلس السابق لاتحاد الكره. شفنا قبل كده المشاكل كانت مع محمد صلاح، مش عارف كان بقى مين اللي بيصدر المشاكل لمين، لكن الطبيعي جدا وكلام الدكتور عمرو كلام محترم جدا وكلام عقلاني جدا وكلام احترافي جدا، لازم يكون في دعم ودعم كامل للنجم الكبير محمد صلاح بصرف النظر عن الاستفتاء، لان انا ممكن يكون ليا وجهه نظر ثانيه خالص. واوضح الدكتور عمرو الجنايني في مكالمته مع